تصيدوا نفحات الرحمن، واعلموا أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهنيئا والله لمن فاز بكنوز الله. وهذه العشر التي نحن مقبلون عليها العمل البسيط فيها عظيم عند الله يعادل الجهاد في سبيل الله، فلا تحرم نفسك الخير. فالله كريم والله رحيم والله يريد من يطرق الباب، وأنا أعلم يقينا أنك والله تحب لنفسك الخير، فهذا هو الخير أقبل عليك. فأقبلوا على الله يقبل عليكم. الله يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه فرصة، هذه نفحة من نفحات الله، فلنبادر لعل الله أن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين ومن الذين فازوا برضوانه والعتق من نيرانه. فهذا الذي أريد أن أصل إليه، ليس أن نعرف فضائل العشر ثم لا نعمل. لا يا أخي، اجتهد. هذه العشر اجتمعت فيها كل أنواع العبادة، اجتمع فيها الحج، واجتمع فيها الأضحية وهو الذبح وإراقة الدم إلى الله، واجتمع فيها الصيام وذلك بصيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين ماضية وقادمة، واجتمع فيها الذكر ولذلك قال اذكروا الله في أيام معدودات، واجتمعت فيها كل الأعمال. عشان كذا أصبحت عظيمة، لا يجتمع في أي أيام الأعمال الصالحة مثل ما تجتمع في العشر القادمة. فهل سيرى الله منا اهتماما؟ هل فعلا سنتغير؟ أكثر من ذكر الله يا إخوة، أكثر من الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، ثم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دوما قلها ليلا نهارا صبحا في سيارتك وأن تمشي، بينك وبين نفسك كبر، لأن الله يحب التكبير في هذه الأيام. أكثر من الاستغفار والتهليل، الذكر، الذكر يا إخوة. يعني خذ هذا الموقف، تقابل نبيان في السماء، إبراهيم الخليل خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. هل هناك أعظم من هذين الاثنين؟ ثم إبراهيم يوصي رسول الله ويقول: أقرئ أمتك مني السلام، أي أنه يسلم علي وعليك وعلى كل الأمة، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتعجز أن تغرس أربعة أشجار في الجنة في أقل من دقيقة؟ الآن أنا غرست أربعة أشجار في الجنة بهذه الكلمة. هل هذا صعب؟ أكثر من الذكر. هذه الأيام القادمة اجعل لك فيها صدقة، ابحث عن النفحات كما قلنا، صل رحمك، صل والديك، تصدق على مسكين، صم. فالأيام الفاضلة، الصوم، من صام يوما لله باعده الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا في غير العشر، فما بالك بالعشر. فإذا تستطيع أن تصوم صم، فالصيام عمل فاضل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصيام في العشر، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: ضحي، إنو الأضحية، إنو العمل الصالح، النية، إنو يا أخوان النية. ماذا يقول الله؟ إذا هم عبدي، هم يعني نوى بالحسنة فعملها اكتبوها 10، فإن لم يعملها اكتبوها حسنة. أنت لست بخاسر، إنو أنك تصوم، إنو أنك تحج، إنو أنك تتصدق، إنو، فإن عملت أخذت 10 حسنات، وإن لم تعمل أخذت حسنة. هل هذا صعب؟ الآن وانت جالس قل: الآن أنوي أزور والدي، الآن أنوي أتصدق، الآن أنوي أن أفعل. واصدق في النية، ستبلغ ما لا يبلغه أحيانا عملك الذي تقدم. إنو الخير. في أحبابي، كما قلت لكم، نحن ليست مشكلتنا الجهل بالعلم، مشكلتنا الهمة والعمل. فأسأل الله أن يحيي قلوبنا، قول آمين، وأن يعيننا على أنفسنا ويقينا شحها. من أجمل ما أوصي نفسي وأوصيكم به في هذا الشهر الفضيل
الأضحية وأن ننويها من الآن. الأضحية يا إخوة وهو إراقة الدم لله عز وجل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أجرها، أي هذه الأضحية، لا يصل قبل أن تنحر. لك في كل شعرة حسنة، هذه الأضحية التي تقربها إلى الله عز وجل تأخذ فيها الأجر العظيم. يا أخي لا تذهب إلى ضحية ب2000 ريال، ترى لا يشترط، على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع ابذل في بلدك أو هنا، والأفضل أن تذبحها أنت وتطعمها للفقراء والمحتاجين هنا، ولو أخرجتها إلى بعض البلاد المحتاجة فلا حرج إن شاء الله في ذلك. فلذلك انوي الضحية، وإذا نويت امسك، لا تقلم أظافرك، خلاص من المغرب اليوم لا تقلم أظافرك ولا تقص شعرك. هذا نفرض أنك الآن مثلا تقول أنا ما نويت، سأنوي بعد 3 أيام أو 4 أيام. إذا نويت بعد 3 أيام أو 4 أيام وتبين لك أنك قادر أن تضحي من لحظتها امسك. يعني لا يشترط، مثلا بعض الناس لا ينوي الأضحية إلا يوم 7 أو 8، فيقول أنا ما نويت من أول العشر وقصيت مثلا أظافري وحلقت شعري. نقول يا أخي لا بأس، من وقت ما تكون متمكن أنك تنوي الأضحية امسك من لحظتها، والأمر يسير. ليست المسألة محرمة بحيث أنك لو مسكت أو قصلمت أظافرك فأنها تبطل أضحيتك، لا، ليس المسألة بهذا الأمر. المسألة يعني أمر مندوب إليه ومكروه أن تفعل هذه الأفعال. فنوا الأضاحي يا إخوة. ومن أراد الحج فنسأل الله تعالى له السداد في حجه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تعيننا على أنفسنا وأن تقينا شحها. اللهم وفقنا للأعمال الصالحات، اللهم وفقنا للأعمال الصالحات، اللهم وفقنا للأعمال الصالحات. اللهم اجعلنا ممن فازوا في هذه العشر بالجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا متين، يا مالك الملك والملكوت، ويا ذا العزة والجبروت، إن لنا إخوة مرابطون في الجنة. مشاهدي الأعزاء، كنا معكم في محاضرة قيمة جدا حول العشر الأوائل من ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون في العام القادم أنا وأنتم على جبل عرفات. أدعو الله عز وجل وكونوا على ثقة ويقين بأن الله سيكرمكم بزيارة لمكة المكرمة. في نهاية هذا اللقاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بالضغط على الزر الأحمر حتى تصلكم الحلقات أولا بأول. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.